استاذ قنديل، عضو مجلس اداره النادي ورئيس بعثه الاهلي في البطوله العربيه للسله، الحمد لله على السلامه يا استاذ طارق. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم، تحياتي ليك والمهندس عادل. الحمد لله على السلامه يا ريس. الله يسلمك. المهندس عادل بيتكلم في اخر الكلام على انه دي كانت قيمه التذكره بالنسبه للاهلي انها ترتفع ل 20 دينار، ومع هذا كان في حضور كبير، يا ريت تقول لنا المشهد ده تفاصيله كانت ايه؟ والله بص حضرتك، يعني موضوع التذاكر دي مهزله بكل المقاييس، يعني كانت حاجه سخيفه قوي، يعني المفروض دوله الكويت الشقيقه اعلى من الكلام ده، والنادي الاهلي اعلى من ان هو يتعامل معاه كده، وللاسف حتى الاخوه الكويتيين صراحه كانوا بيقولوا ان دي مقصوده عشان الجمهور الاهلاوي ما يحضرش. يعني زي ما فوجئنا اول الماتشين ما فيش خالص تذاكر مجاني، الماتش اللي بعده اول ما بداوا يلاقوا جمهور كتير بيحضر خلوها 2.5 دينار، الماتش اللي بعده قالوا نقلل خلوها 4 دينار، اللي بعده 8، الماتش الاخير فوجئنا حاجه طبعا يعني ما بتحدثش اطلاقا، هو ب 20 دينار يعني. انت يا دكتور، يا دكتور افرح، هم يقدروا يعملوا تذكره ب 20 دينار غير عشان الاهلي موجود وجماهيره موجوده؟ يعني ما هقول لحضرتك، لا 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 والله كويس، كويس، لكن خلينا في الجانب الايجابي، ان حضرتك وجهت الشكر لمجموعه من رجال الاعمال الكويتيين والمصريين اللي تعاطفوا مع الجمهور وحاولوا يساعدوه وقدموا تذاكر بالمئات. الماتش اللي قبل الاخير للامانه كان سيد حازم الغانم اللي هو رئيس نادي الكويت كان موجود في مصر، فكان متواصل معايا في التليفون، فقال لي هو اللجنه المنظمه وعبر عن اتفاقه، وفوجئت بعدها على طول لقيت ان هو يعني كان اشترى 100 تذكره، يعني قال ده للجمهور الاهلاوي. الماتش وكان في نفس اليوم الاستاذ عزت لبيب للامانه، ده عزت ده ماله؟ المصري الجميل عزت اشترى 100 تذكره الماتش اللي قبل النهائي، واشترى 50 في النهائي، وكان بقى المفاجاه الاستاذ عمرو هندي، نائب عمرو هندي، ويعني هو نائب المصريين في الخارج على حيث مستوى الوطن، حاجه الراجل المحترم قوي قوي، او حاجه جميله، اهلاوي جامد يعني. يوم اللي هو اليوم التذكره مفهومينها ب 20 دينار، وده كان يوم الماتش، لان هم برضه الفتره اللي كانوا بيفتحوا بيها الاونلاين على التذاكر كانت بقى قبل الماتش بفتره كبيره يعني. فوقتها على طول يعني قعد تيم كبير ويعني ودفع جزء كبير جدا من تذاكر المباراه للامانه يعني. اتوزعت بقى بحصص متساويه على اللي عايز يشتري. ده يا فندم دي احنا كنا عاملين ورشه عمل يومها يعني. لا ما انا كمان قدام الاستاد يعني اتفقنا ان الجمهور الاهلاوي يكون موجود، وكان في الاستاذ عمرو فريد، استاذ عمرو فريد ابو جنبون اللي هو ابو جنبون المصري المقيم اللي هو ماسك الرابطه هناك في الكويت، عمل مجهود خرافي هو والاخوه المصريين الاهلاويه اللي معاه، كان بيقف قدام الاستاد، والكلام ده كنا يعني كنت انا واقف اشرف عليه عشان طيب يكون. خلينا بقى خلينا في الايجابيات والنبي، انا شاعر ان احنا كسبنا البطوله دي وده حقنا، احنا ما خسرناش، احنا خسرنا مش بفعل فاعل، لان بفعل فاعلين لما لاعب يضرب لعيب بالبوكس وتيجي بالضربه واضحه بالشكل ده والحكم حتى ما يكبدش نفسه ويطرد اهم لاعب عندنا بدل ما يبقى الفاول لينا، ولا رجع للفار يعني هو عايز يعملها كده يعني في كرة قبلها اول ترجع للفار يعني هو انا بس عايز اتوثق منك في حاجه، احنا النادي الاهلي على فكره يا باشمهندس وحضرتك اعلم مني بكده، طبعا اي قصور لينا فني في المباراه طبعا المدير الفني واللعيبه طبعا بياخدوا منها يعني بعد كده، هي دي بتفيدهم في اي تقصير حصل يعني خلال المباراه، لكن ده الجانب بتاعنا، واللعيبه كانوا رجاله خلال البطوله، لكن طبيعي رياضه في اثناء المباراه يحدث حاجات يعني. لا دي مش رياضه، ما علينا بس انا بس بعيد عن الجانب ده، الجانب ده بتاعنا احنا كده، انما ما يتقالش اصل الفرقه كانت معديه ب 13 بونت، ده بتاعنا احنا. انما يا طارق، طارق بيه، طارق بيه، طارق بيه، الحكم يبقى فيه ما يبقاش كده يعني.
هو انت ال 13 بونت راحوا ازاي؟ ما راحوا بالطريقه دي. بص الزاويه العكسيه، الزاويه العكسيه لو بتتفرج علينا، الزاويه العكسيه الحقيقه كاشفه جدا يعني. ثلاثه ورا بعض، ثلاثات ورا بعض يعني. طيب ما علينا، بس خلينا انا عايز اخدك في السكه الحلوه بقى يا اخي. اصل انا حاسس ان احنا كسبنا، ولازم جمهور الاهلي يفهم ان فرقته دي احسن فرقه في المنطقه. طبعا حاجه تشرف. ما هو انت بتلعب، احنا العنوان مالي هذا تلعب الرياضه يا كابتن يا استاذ طارق، لكن ان تكتسب الجداره والاحترام لهذا تلعب الرياضه. انت خسرت البطوله والناس شافت خسرتها ازاي، ولكنك كسبت الجداره والاحترام، ولاعبك ايهاب امين خد افضل لاعب في البطوله لانه يستحقها بكل، ولو لم يكن يستحقها لكان هناك وقفه معه، ولكن الناس شعرت حجم الظلم اللي تعرض له النادي الاهلي واللاعب، فعشان كده التمسك. وعلى فكره مهندس عدلي بقيم النادي الاهلي واسلوبه، احنا يعني بحكم مسؤول على البعثه حافظت على الاتزان ده جوه الملعب يعني اثناء المراسم والكلام ده. احنا النادي الاهلي الحمد لله يعني بطوله خلصت حتى خسرتها ظلم، انما اثناء المراسم كلها حضرناها. كان في انضباط طبعا، كان في انضباط طبعا من كل النواحي، وروح دخلتهم وطلعوا على الجمهور وحيوهم وشكروهم. جمهور الاهلاوي يعني ليس له حل. الاهلاويه في الكويت للامانه عملوا حاله جامده جدا. بمناسبه كلمه الحاله دي، بالنسبه كلمه الحاله، قول لي الحاله اللي عملها الفرقه في الشارع الكويتي وفي اوساط ودائره كره السله العربيه. رد الفعل بتاع الناس عن فرقه النادي الاهلي، وهل صحيح عشان تجاوب مره واحده ان حصل اعتذار من الحكم لاي حد؟ لا اعتذار للحكم دي انا ما اعرفهاش. هو قالها ايهاب امين، يعني احنا هنسمعها على لسان ايهاب امين نفسه، لان واضح انه قابله في المطار. لو ايهاب قال ده حصل يبقى اكيد حصل. انما اللي جوه وبعد الماتش من اخوه كويتيين كتير كانوا بيعتذروا له، ده حصل يعني. هو ده اللي يهمنا، ان يشعروا انك انت ما يعني انت ما خسرتش يا فندم. ده عندهم الصحف تاني يوم والمواقع على طول، ده مشتغلوا بعد الماتش هم نفسهم طلعوا الصوره، وحتى في عنوان يعني. ده ما احكي لي بقى ده بالرياضه يعني. احكي لنا بقى على الاعلام وتعامله معاهم هناك كان ازاي؟ لا الاعلام كله كان مشغول بالحاله اللي كان عاملها الجمهور الاهلاوي للامان بطريقه مبهره. وزي ما حضرتك دي لازم يبنى عليها، لان بصراحه اللي بيحصل من المصريين بره اللي شفناه في قطر واللي في الكويت واللي بيبقى موجود في الامارات واللي اكيد دلوقتي في السعوديه في فريق الاياد، لا الجمهور الاهلاوي عيني بيتعطش والله. اول ما رجعت يعني من ضمن الرسائل يعني حد بعت لي احلى 15 يوم قضيناهم في حياتنا في الغربه. يعني ناس جميله بشكل غير طبيعي. كان تاجر السعاده هناك بي 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 بيمارس هوايته في اسعاد جماهير الاهلي. لكن طيب انت بتقول لي نقطه مهمه جدا، ان تناول الاعلام الكويتي حتى تحدث عن ان النادي الاهلي اتظلم في اللعبه دي وكان يستحق كذا وكذا وكذا. يعني هل ذكر هذا الامر بوضوح يعني؟ كان واضح جدا معايا. سالت يعني كان معانا الدكتور مجدي فيخه فنائب رئيس الاتحاد العربي، هو ورئيس اتحاد كره السله بتاعنا في مصر. ايوه. ف يعني هو نفسه قال لي انا اتكلمت معاهم والناس مستاء يعني، المنظر نفسه ما كانش لذيذ. اصل مش حاجه متداريه يعني، يعني حاجه كله شافه عن قديم خلال الماتش يعني. وبعدين لعبه هي اللي خسرتك اللعبه دي، قلبت الماتش يا فندم. في حد من الكويتيين الاخوه الكويتيين وناس محترمه جدا، واحنا قاعدين في المقصوره قعدوا يندهوا يصرخوا على الحكم ان ارجع للفار، ما ينفعش. لا طبعا كان ما كانتش لذيذه، لكن في كل الاحوال الحمد لله فريق مشرف وحاجه تفرح بكل افراد اللي كانوا موجودين، وجهاز فني واداري ناس ممتازه. طب احنا هنسجل موقفنا ده للاتحاد العربي يا استاذ طارق؟ يعني هيحصل عندنا مجلس اداره ان شاء الله، طبعا هنشوف بقى الحته دي برضه يعني كتسجيل موقف. وشفويا انا قلته يعني، اتكلمت مع الناس يعني واحنا موجودين. لكن يهمني جدا كمان يا طارق بيه ان انا اشوف كيف تلقى لاعبو الاهلي هذا الامر.
يعني استفادوا منه في ايه؟ يعني هل اتناقشوا وتعاهدوا على حاجه في اللي جاي اعتبروها كبوه يعني لا يجب ان تتكرر؟ عايز اعرف تاثيرها عليهم ايه وعلى اجوستي وعلى الجهاز يعني. لا تأثير عليهم هو طبعا يعني هم بلا جدال مدعين من الظلم التحكيمي، وفي نفس الوقت مدركين لاي حاجات هم سلبيات يتلفوها. دي كانت على فكره جدا في مناقشتهم مع بعض. ده كان كلام اوجست بوش الحقيقه، كان رائع جدا. قال لك احنا التحكيم ظلمنا، البطوله انتزعت مننا، لكن احنا وقعنا في اخطاء ما كانش صح تحصل مننا. طبعا يعني والحمد لله، ودي اهم حاجه يعني. السبيل الوحيد للاهلي في كل الالعاب ان يفوز بتفوق حتى لا ياتي عشان يعجز الحكم يعني. عشان يعجز الحكم انه يقدر يعمل حاجه. بالظبط ده في كل حاجه. انا بيضيق الفارق بتديله فرصه انه الماتش اما يبقى ضيق بتدخل. بالظبط كده. يعني مطلوب منك كده للامانه. خلاص ادام بتلعب في اجواء كده في العاب كتيره خلاص يعني يبقى مطلوب مننا، ربنا يعين فرقنا كلها على كده، نبقى تفوق كاسح يعجز المنافس ومن وتوابعه. طيب بالظبط. يعني انت راجع بقى عايز ترتاح مؤكد، مش هنثقل عليك اكتر من كده. ولكن هنلتقي عشان أيوة. تقول لنا شويه اسرار كده بيني وبين انا وانت ابراهيم على جنب كده. طبعا مش اسرار بس خد بالك. عشان ياخد من الفيديو اللي عندك. خلاص اعمله باك اب وكل حاجه واي كلاود. نلتقي ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا استاذ. ربنا يخليك ودايما بنستمتع بيك وبشكرك. شاكرين يا حبيبي. شكرا جزيلا للاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي ترأس بعثه الفريق لكره السله بالكويت.